السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين. النهارده عيد الاضحى، عيد اللحمه عندنا في مصر. سبحان الله، احنا بنسميه عيد اللحم. المهم ان شاء الله هنعمل اشهر اكله مصريه اللي هي الرقاق. بصلايه كبيره نص كيلو لحمه، ونبتدي نعصر اللحمه. هنحشي عصاره، في ناس بتحبه ساده وانا برضه بحبه بالعصاج وبحبه ساده. احيانا بعمله ساده واحيانا بالعصاج. ودلوقتي هنوريكم احنا عاملين ايه كمان جنبها. لازم بدل ما عملنا رقاق لازم نسلق لحمه وشوربه. بعد ما نعصر اللحمه وهي كده اتعصرت، في ناس بتضيف لها طماطم، في ناس بتضيف لها مكونات اخرى، احنا هنضيف لها حاجه لطيفه وجميله دلوقتي. حاجه انا بحب احط لها فلفل اخضر مقطع وجزرايه مبشوره. حابه تحطي فلفل بس ماشي، حابه تحطي فلفل وجزريه ماشي، حابه ما تحطهمش، دي اذواق. اولا بنخلي طعمهم لذيذ جدا، بيديهم نكهه حلوه جدا. طبعا بعد اللحمه ما تتعصر زي ما احنا شايفين، وتمص ميه، حطي الفلفل والجزر، فلفلايه يعني ونص جزريه، دي نص جزريه صغيره كمان، تدي بس لون وتدي طعم خفيف كده. نتبلها بملح وفلفل، شوية بهار بسيطة، ممكن السبع بهارات لو عندك السبع بهارات. خلطة السبع بهارات دي بتدي ريحة حلوة قوي. طبعا بصراحة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة مش عايزة أقول لك يعني، هفتح لك ريحة تحفة. ريحة اللحمة والبصل والفلفل والبهارات كده يعني ايه. خلصنا ان شاء الله هنبتدي نحشيها جوه الرقاق. اللحمه الحمد لله طابت، احنا بنحبها طيبه قوي، بسم الله ما شاء الله جميله، هي طيبه جدا، احنا بنحبها من الضعن. وخدنا الشوربه وهنبتدي نعمل رقاق ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي علب الرقاق، نبتدي بقى نفتح علبه علبه. العلبه دي ملزوقه، هنفك اللزق ونرجع له. الشوربه عليها ملح وعليها فلفل، معلقه سمنه كبيره، وفضل انها تكون بلدي. مفيش بلدي، روابي زي الفل، جنه زي الفل. انا مش اعلان، اي نوع من انواع السمنه العاديه زي الفل، والف هنا وشفا ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع معلقه زيت. طيب انا بحطها مش هغليها، هي اصلا مغليه فهتسيح السمنه طبيعي. حابه تعمليه في صينيه ماشي، حابه تعمليه في قالب زي ما هعمله كده ماشي. معلقه سمنه كبيره في القالب ونسيحها. اول رقاقه بس اللي هننزل بيها وهي على النار، بعد كده بنطفي، وبعد كده هو هندخله الفرن. هنبتدي ناخد رقاقه رقاقه او رقاقتين رقاقتين، ومنسقيهم جوه الشوربه ونحطهم في الصينيه زي ما احنا شايفين كده. اول واحده طبعا خلصناها، ليه؟ عشان ما يلزقش. هنروح طافيه ونبتدي نكمل، وهنوريكم بعد ما نكمل ان شاء الله. هنعمل كميه، نص كميه رقاق، وفي الوسط بنحط ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، العصاق زي ما احنا شايفين كده. نفرده حتى كده بظهر المعلقه، بحيث ان ايه يبقى كل حته عصاق، مش حته مليانه وحته نص نص يعني. نسويها، وبعد كده هنغطيه تاني بالرقاق. الحمد لله احنا كده خلصناها، فضل نحط عليها قطعه كده صغيره من السمنه ونوزعها فوق الوش، معلقه واحده كفايه، وهندخلها الفرن. هوريها لكم بعد ما تطلع ان شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ديت اللي من غير عصاق، لان عندي واسرتي ماما واحد ابنائي بيحبوا من غير العصاق، اما الباقي اللي بيحبوه بالعصاق عملهم صينيه حلوه اهي. بألف هنا وشفا، اتفضلوا معانا ومعاك بألف هنا وشفا ليك كامل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا نقطعهم ان شاء الله ونغرفهم.